السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرة أخرى ما زلنا في درس التوالد عند الإنسان، والآن سنتطرق في هذا الفيديو إلى طرق تنظيم النسل، وهي آخر فقرة في هذا الدرس. طرق تنظيم النسل أو ما يسمى بطرق منع الحمل، وهي مجموعة من الطرق والوسائل التي يستعملها الزوجين للتحكم في عملية الإنجاب بعد كل اتصال جنسي. كما قلنا، هناك مجموعة من الطرق، سوف نتطرق لبعض الطرق الطبيعية، من بينها العزل. العزل هو طريقة يستعملها الزوجان، تتجلى في قذف المني خارج المهبل في نهاية الاتصال الجنسي. يعني أن الزوجان عند الاتصال الجنسي، فالرجل يقوم بقذف المني ليس في مهبل الأنثى بل خارج المهبل. هي طريقة لا تتطلب استعمال أي أداة أو مادة كيميائية، ونسبة فشلها تكون مرتفعة. هناك طريقة أخرى كذلك طبيعية، وهي طريقة الإمساك الدوري. نقصد بالإمساك الدوري تجنب الاتصال الجنسي في فترة الخصوبة. ما هي فترة الخصوبة؟ هي فترة تتجلى في 5 أيام قبل الإباضة ويومين بعد الإباضة. هي طريقة كذلك لا تتطلب استعمال أي أداة أو مادة كيميائية. من بين المشاكل أنه يصعب معرفة يوم الإباضة بالضبط، ثم نسبة الفشل تتجلى في 10%. الآن سنمر إلى بعض الطرق والوسائل التي تستعمل فيها بعض الأدوات. هناك الواقي الذكري، وهو غلاف مطاطي رقيق يمنع قذف المني داخل المهبل. هذا الواقي يستعمله الرجل، نسبة فشله تتجلى ما بين 3% إلى 10%. هناك الحجاب الواقي، هو عبارة عن غشاء مطاطي يمنع تسرب الأمشاج الذكرية إلى الرحم. هذا الحجاب تستعمله المرأة، تضعه في عنق الرحم، نسبة فشله تتجلى ما بين 3% إلى 12%. اللولب، اللولب هو عبارة عن أداة يضعها طبيب مختص داخل رحم المرأة، يمكن إزالته بسهولة. هذا اللولب دوره يتجلى في منع تعشيش عن طريق التخلص من المضغة. نسبة فعاليته كبيرة، ونسبة فشله تتجلى ما بين 1% إلى 3%. لكن من الممكن أن يسبب سيلان للدم على مستوى الرحم. الآن سنتطرق إلى طرق كيميائية تستعملها المرأة، وهي حبوب منع الحمل. هناك عدة أنواع من هذه الحبوب. هناك حبوب مركبة تحتوي على هرمونات جنسية تتجلى في الأستروجينات والجيسفارون. هذه الحبوب تغير مخاطط الرحم وتمنع الإباضة والتعشيش والإخصاب. هناك كذلك حبوب مرتبة، وهي حبوب تتضمن مجموعتين، مجموعة أولى تحتوي على الأستروجينات فقط، وحبوب موالية تحتوي على خليط من الأستروجينات والجيسفارون. هذه الحبوب تؤخذ كذلك 21 يوما ويتم توقيفها لمدة 7 أيام. وهناك الحبوب الدقيقة، هذه الحبوب تحتوي فقط على الجيسفارون، تؤخذ باستمرار دون انقطاع، ودورها تجلى في منع إخصاب وعدم نمو مخاطط الرحم بشكل عادي، ومن ثم منع التعشيش.
الآن سنمر إلى طريقة أخرى وهي طريقة التعقيم. هذه الطريقة تتجلى في ربط القنوات سواء قناة المبيض أو قناة القاذفة عند الرجل. الطريقة الأولى هي وضع عقدة أو خاتم على كل قناة من قنوات المبيضين، يتم وضعها من طرف طبيب مختص وتمنع التقاء الأمشاج وبالتالي منع الإخصاب. هناك بالنسبة للرجل وضع عقدة على مستوى القناة القذيفة وبالتالي منع الحيوانات المنوية من مغادرة الخصيتين. هذه الطريقة طريقة فعالة 100% ولا رجعة فيها.